اليونان من جديد وفي تكرر مستمر تقوم باستهداف اللاجئين على حدودها ودفعهم لتركيا، لكن هذه المرة جردتهم من ثيابهم وجعلتهم عرضة للبرد الشديد حتى ماتوا متجمدين في فعل وصف في المجزرة على الحدود اليونانية. القصة تبدأ من مشاركة وزير الداخلية التركي سليمان سويلو على حسابه على تويتر صورا ل 12 مهاجرا ماتوا بسبب البرد من أصل 22 دفعتهم قوات الحدود اليونانية إلى خارج حدودها وقامت بتجريدهم من ملابسهم. نشاهد. يصرح بعدها رئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن الممارسات الوحشية تجاه اللاجئين ليست جديدة على اليونان، ففي مؤتمر صحفي أجراه قبل سفره إلى أوكرانيا قال أردوغان إن السلطات اليونانية تركت 12 مهاجرا يموتون من البرد ولم تحرك ساكنا، وإن هذا ليس بجديد عليها. الممارسات اليونانية الوحشية تجاه اللاجئين، يضيف أردوغان، باتت اعتيادية كمحاولاتهم تخريب قوارب اللاجئين وإغراقها أمام صمت العالم الغربي. كما أكد أردوغان حرصه على حمل ملف اللاجئين إلى كل المحافل التي يتواجد فيها ووضع صورهم أمام كل زعيم يراه لفضح هذه الممارسات الوحشية بحقهم، ليرتفع أخيرا عدد المهاجرين الذين توفوا بسبب البرد إلى 19 شخصا. رئيس المكتب الإعلامي في الرئاسة التركية مشاهدين علق أيضا بدوره على حادثة اللاجئين الذين تجمدوا حتى الموت بعد أن طردوا من الحدود اليونانية قائلا إن إنسانية الغرب ميتة، حيث نشر فخر الدين ألتون عبر حسابه على تويتر تعليقا قال فيه إن المجتمع الغربي لا يقول لليونان أن تتوقف بل يشجعها على أفعالها، مدينا ما دعاه بانعدام الضمير من قبل اليونان، خاتما تغريدته بالقول إن الميت هنا ليس اللاجئين بل إنسانية الغرب.